ابتداء، نحن عندما نتحدث عن المصطلح في اللغة العربية يجب أن نحدد الإطار العام. هناك زمانان مختلفان، الزمان الأول حيث ظهر المصطلح العربي صفيا نقيا في متون الدراسات القديمة، كان هناك لغة، كان هناك معجم، وهو المعجم هو الألفاظ المتداولة في منظومة اجتماعية معينة، يتولى اللسانيون بدراسة هذا المعجم. ولكن عندما يدخل الأمر إلى المصطلح أو إلى القاموس، وهنا أحدد مبتدئا، هناك فرق كبير بين المعجم والقاموس. نحن كلفنا بدراسة المعجم، المعجم هو دراسة الألفاظ المتداولة في منظومة اجتماعية معينة، بينما القاموس هو صناعة، هو صناعة حضارية يقوم بها مجموعة من المختصين في مجال معين، فللآداب مختصوها، وللفيزياء مختصوها، ولكل علم جملة من الأساتذة يقومون بفحص هذا المصطلح وتحديده. إذن في الدراسات التراثية القديمة هناك لغة وهناك ميطا لغة أو اللغة الواصفة، وبالتالي فإن المشكل عصرئذ كان يتحدد انطلاقا من القطاعات المتداخلة، مثلا أصول الدين، الفقه وأصول الدين يتداخل مع المعجمية العربية، فالمصطلح يأخذ مشكلته من هذا التداخل بين حقلين متدينين تقريبا، ولكنهما يتصارعان حول البنية الإصطلاحية. الآن تغيرت المشكلة تماما، نحن نعيش فيما يسمى ليس المصطلح وحدة مستقلة بذاتها، المصطلح نص. ما معنى نص؟ نص بمعنى لا يمكنني أن أستنتج المصطلح انطلاقا من ترجمة كلمة من قاموس ثم أحولها إلى قاموس آخر في اللغة العربية. المصطلح نص، والنص هذا صعب جدا. نحن الآن لا نقرأ نصا واحدا، نحن الآن نعاني من تداخل النصوص، ولهذا فنحن في حاجة إلى لسانيات أخرى تسمى باللسانيات التقابلية. ما معنى اللسانيات التقابلية؟ هي التي تدرس نصوصا مختلفة من لغتين مختلفتين في الأورومة. بمعنى نحن الآن نحن لا نستطيع أن نترجم مصطلحا دون الاعتماد على لغات أخرى. الآن هي لها أسبقية، وأقول هذا الكلام، تضع لنا مصطلحات ثم تكلفنا بترجمتها ترجمة سريعة في الحقيقة تكون انطباعية. وهذا ما جعلني أبدأ هذه المداخلة، وهي في الحقيقة محاضرة تهتم بمصطلح معين، وهو مصطلح الآن يشغل العالم العربي كله، بل العالم كله إن صح التعبير. الآن أريد، لماذا أبين هذه القضية؟ لأنها في غاية الأهمية. الآن نحن نستعمل مثلا مصطلح بنيوية، وهو مصطلح اتفقت عليه المنظومة اللسانية العربية عموما، ولكن يجب أن نستذكر بترحم كبير الأستاذ الحاج عبد الرحمن صالح الذي أسس المدرسة الخليلية، وهو الذي بعث في الأمة الجزائرية هذا التوجه العلمي، هذا التوجه العلمي الرائق الشيق الجاد. إذن لكي نستنتج، لكي نشكل مصطلحا معينا، يجب علينا أولا أن نقرأ النص العربي القديم قراءة فاحصة ناقدة. وبالتالي عندما أقرأ مصطلحا مثل البنيوية structuralism مترجم بطريقة سريعة ولكنها ترجمة مجدية ومفيدة، لا يمكنني أن أضع هذا المصطلح بطريقة آلية سريعة، على الرغم أن الحاج عبد الرحمن صالح كان يدعو إلى دراسة الخليل، وهذا هو مذهبه، وهذا هو اتجاهه، وهذا هو بمعنى مصدر علمي. ولكنني لاحظت بكل أريحية، وهو ما يفتح لنا المجال على الدراسات النقدية، المصطلح دراسات نقدية أيضا، وجدت أن المؤسس الأول للسانيات العربية الحاج عبد الرحمن صالح عندما وضع هذا المصطلح
وأقول وأنا أدعو له بالرحمة أنه كان متسرعا نوعا. لماذا أقول هذا الكلام؟ ربما الآن أنا ربما أقدم بنا قوسين والحوضة سريعة بسيطة. كنت أريد أن أقدم هذا الملتقى في زمن ما في مرحلة معينة، ولكنني أقول أو لا أقول. إذن في هذه نعم، وبالتالي عندما نعود إلى المصطلح يجب أن أقرأ، يجب أن أنا وضعت ما يسمى مصطلحين، المثال والاحتمال. كل علم يقوم على المثال وعلى الاحتمال. المثال ما يسمى القالب أو الصيغة، الصيغة القائمة بذاتها، وتكون هذه الصيغة قائمة بذاتها صالحة نافعة إذا بمعنى إذا استمرت. عندما أقول فعل فاعل مفعول، أنا لا أتحدث عن الدلالة، أتحدث عن الصيغة، هذا المثال. ثم بعد ذلك علي التحول أو الاحتمال. الاحتمال عندما رجعت، وأنا لا أطيل عليك فإنها قضية شائكة تطبيقية، لأن اللسانيات لأن المصطلح مسألة تطبيقية تكتب وتحلل بطريقة دقيقة. عندما أعود إلى كلمة بنوية، هو استعمل كلمة بنوية، وأنا مصر على أن أحتفظ بكلمة بنيوية. اعتمد هو كان في الحقيقة وجد كلمات جاهزة فقاس عليها بطريقة سريعة، بطريقة سريعة، وهو يدعونا إلى التأمل في النص القديم. أنا أخذت برأيه فذهبت إلى النص القديم أتأمله وأحلله وأفككه وفق المستوى التركيبي وفق المستوى الاستبدالي بكل ما تحمله اللسانيات من مناهج دقيقة. فوجدت هذه الكلمة هو قاس على قلمة قرية فقال قروي قروي. لما وجد بنية قال بنوي، وقاس هو أيضا كذلك. عدت إلى سيبوي وهو تلميذ الخليل بن أحمد الفراحي، رجعت إلى سيبوي وإلى يونس الذي كان وهما طالبان مجتهدان كان يتحدثان في اللغة كما نتحدث بالأكثر بالأكثر. كانت المحاضرات علمية في منتهى العلمية. لقد قاس يونس على مصطلح الضبير الضبير فقال ضبوي، فجاء الحاج عبد الرحمن الصالح فقال بنوي قياسا على ذلك. ولكن وهناك امثله كثيره جدا لكي نفهم، قلت انا لكي نفهم هذا الاشتقاق المعرفي الذهني يجب ان نغوص في العقل العربي، في عقل سيباوي والخليل كيف كان يفكر. اول نص للخليل لسيباوي الاسم مثلا تحت الاسم ياتي بامثله، ياتي بامثله حدد من خلالها الاسم تحديدا علميا دقيقا في الاسم من الناحيه المعرفيه ما يدل على مرجع معين ملموس واقعي، بمعنى هناك الدال وهناك مدلول وهناك مرجع. لا يتحقق الاسم إلا إذا كان هناك مرجع ملموس متحقق كصورة واقعا أو صورة. الآن عندما أيضا وصلت بأن بنية لا تحدد مرجعا محددا، بنية في حد ذاتها لا تحدد مرجعا، ولكنني الأكثر من ذلك الذي شجعني على أن أقوض نظرية الخاليلية الجديدة في هذا المصطلح لما أذهب إلى أدرس اللغة العربية دراسة آنية واصفة أجد أن كلمة بنوية باتفاق علماء العربية قديما أنها نسبة إلى ابن كل العرب بسيباويها الخليل كل الفراء ابن جني عندما تقول بنوي يقولك هذا شخص يحب الأبناء فهي نسبة إلى الإبن. إذا قال وهي ثم يعللون إلى ذلك تعليل علميا إبن في الحقيقة هذه أنا أقول دقيقة الإبن همزة الوصل هي بدل من الواو التي كانت موجودة ضمن الكلمة أصل الكلمة بنوون وبالتالي عند النسبة نعيد من قاعدة علمية
نعيد الكلمة إلى أصلها. بناون بناوي. ثم بعد ذلك لاحظتوا أيضا اللغة العربية لغة حساسة. ما معنى حساسة؟ حركة بسيطة في بنية لغوية تؤدي إلى تغيير المعنى تغيير جذري. لو قلت لكم الآن هذا رجل دموي، هذا رجل دموي، ماذا نفهم هذه الكلمة؟ وهذا رجل دموي. حركة واحدة تجعل عاشق الدمى كعاشق الدم. إذن علي حساسية الحركة الإعرابية. الحركة الإعرابية تؤدي وظيفة كبيرة. هم أشاروا إلى مصطلح آخر عندما يقول هذا إنسان دهري. تعرفوا الدهرية؟ فلسفة ولا بمعنى فلسفة إلحادية معينة معروف. ولكن عندما أقول هذا شيخ دهري، رأيتم كلمة واحدة دهري بمعنى كوسين شيخ كبير. تلاحظ هذا، أنا أخذت هذا المعنى من اللغة العربية. وقلت أيضا العرب سيباوي في كتابه يقول أن بنوي، بنوي هي نسبة إلى ابن، وكذلك بنت، لأن العقلية العربية تعتمد الأصل، ما يسمى الفرع والأصل. هذا مبدأ مهم في الفكر العربي القديم، مبدأ الأصل والفرع. وأنا عندما أدرس مع طلبتي لسانيات الحالية تقطيع المزدوج اللغة يجب أن أعيده مباشرة إلى قضية الفرع والأصل، وهو طلب هنا يسجلون هذه الملاحظة. الفرع والأصل، هم يضعون المفرد أصل والمذكر أصل أيضا، وبالتالي وضعوا كلمة بنت بنوي، بمعنى عندما تقول لا تدري لو قرأت هذه الكلمة في كتابي لا تدري أنسبها أنسبت إلى البنت أم الإبن. ولهذا اجتهاد مني قلت بأن الحركة في حد ذاتها تؤدي وظيفة معينة. يجب بنت، فقلت هي أضع الكسرة بنوي لأبي عن بنوي هو للإبن وبنوي للبنت. فالبنوية إذن الذي استعملها الحاج عبد الرحمن صالح هي تنسب كأن لا تنسب البنات. وفقط أريد أن أقول بأن يجب أن نحدد المصطلح بدقة. والذي أخافني كثيرا، صح هناك ما يسمى سلطة المثقف، يجب أن نعترف بهذه القضية. سلطة المثقف طرحت هذه القضية بطريقة جادة وخطيرة في الجامعات الجزائرية. هناك علمان كبيران معروفان في الساحة الأدبية واللغوية الجزائرية، المرحومان الحاج عبد الرحمن صالح وعبد المالك مرتضى. لا يمكن لأحد من الطلبة أن يخرج ولو بطريقة علمية عن هذا، بمعنى عن هذه القبة العالية جدا، وأنا أطلب لهم الرحمة والمغفرة. في نص معين كتب عبد الملك مرتضى قال: فليستحي الذين يحاولون أن يغيروا هذا المصطلح. فشعرت بملل كبير وأجلت المحاضرة ظهرا من الزمن، فأنا دهري 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 بالنسبة لهذه الملاحظة. قلت يجب علينا أن نبحث أولا في طريقة المصطلح. بنوية هناك ما يسمى باشتغال المحل. عندما أضع قوالب معينة لبناء المصطلح، أولا يجب أن أستغل المثال وهو القالب المجرد استغلالا علميا دقيقا، وأبحث في تحولاتها، في تحول هذا المصطلح. ولكنني قد أجد محلات مشغولة، ما يسمى بالمحلات المشغولة، محلات مشغولة. هنا يأتي الاجتهاد، هنا يأتي الاجتهاد. ولهذا بعد أن قلبت كتب قديمة جدا تنبهت إلى قضية مهمة، أو على قضية مهمة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد الظاهر الجرجاني، وهو مؤسس عظيم للبلاغة والدلالة العربية. استفدت منه في بناء هذه النظرية بالنسبة للشكل البناء والاحتمال. فإذا كانت الصيغة المستعملة في مصطلح معين
يشغلها تشغلها دلالات أخرى يجب علي أن أحتال لأقدم ما يناسب الدلالة الجديدة. فالاحتمال في الصيغة الناجحة جدا هي التي تفرض دلالتها فرضا مباشرا عندما أقول فاعل هو الذي يقوم بالفعل فاعل. ولكنني عندما ألحظ أن هناك تلونا دلاليا يجب علي أن أحتاط. العربية تضع مثلا المفرد هو الأصل، فأقول هذا ملتقى، هل أقول دولي أم دولي؟ دولي. هذا من حيث القياس، فأنت الآن مع القياس. ولكنني الآن دولي هو نسبة إلى دولة محددة. دولي كأنه بمعنى من وضعته الدولة الجزائرية مثلا، ولكن إذا أردت أن أقول له عالمي من مختلف الدول، هنا يجب أن أحتاط بمعنى العلمي المصطلحية تسمح لي بأن أنسب إلى الجمع. لماذا؟ لأن الدلالة هي الأصل، لأن الدلالة هي الأصل. ومن هنا أقول يجب علينا أولا، وهذه لا أريد أن أطيل عليكم كثير، هذه مرحبا بها تطبيقية جدا تطبيقية. أقول يجب علينا أن ننتقل الآن من الفهم القديم، نحن ننتقل من اللغة إلى ميتالغة أو اللغة الواصفة. فقط الآن يجب أن نقرأ نهتم بلغتين واصفتين. هناك اللغة الواصفة الأولى التي وضعت المصطلح، واللغة الواصفة الثانية يجب أن ترتكز على منطلقات اللغة الأولى اللغة العربية، ثم تقوم بمقارنة دقيقة تقابلية. لماذا استعملت تقابلية؟ لأن هناك المقارنة وهناك التقابل. المقارنة بين لغتين تنتميان إلى أرومة واحدة كاللغة العربية واللغة العبرية. أما بالنسبة للتقابل فهي دراسة بين نصين مختلفين تماما كالمقارنة بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. أيها السادة، لا يمكنني أن أثقل عليكم بالتحليل الاصطلاحي الدقيق. أشكركم شكرا جزيلا، وأنا أشعر الآن بأنني في جامعة متميزة جدا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.